صديقاتي أصدقائي الكرام، في حدث جميل بنفسه تكلم فيه موسيقار الكبير محمد عبد الوهاب لما رجع من باريس لمصر، وقال والله فريد لاحقني على باريس. وخلاصة الموضوع، عبد الوهاب كان نازل يمكن كتار من الأخوة والموجودين زملاء وزميلات اللي بهالقناة متواضعة، يمكن معهم علم بهالقصة يمكن لا. لذلك الموسيقار محمد عبد الوهاب كان نازل، خلاصة القصة، كان نازل بأوتيل وطالع ناطر تاكسي، طبعا الدوار تبع الأوتيل، بيجي تاكسي شوفير فرنسي بيطلع معه الموسيقار عبد الوهاب، هذا على لسان عبد الوهاب. طبعا بعد ما طلع معه ورايح بشوارع باريس بيسأله حرفيا، بقول له كونيسيفو عبد الوهاب، هل بتعرف عبد الوهاب؟ هذا كلام لو ما يكون موسيقار عبد الوهاب حكام شو بده يعرف العالم كله، لأن رجع متعجب. بقول له نو مسيو جو مكسكوز، يعني انا بعتذر، لانه يعني سوري ما بعرف عبد الوهاب. وبيسكت الشوفير، وعبد الوهاب طبعا بثقله بعظمته بروعته يعني استطاع انه يشرح له لانسان فرنسي، حتى لو كان شوفير المهني مش عيب، المهم الانسان عم يسوقها بشرف وبامانه وباخلاص وبابداع، لأنه هو الشوفير هو الوجه السياحي للبلد. طبعا يصغي لعبد الوهاب، هو عم يشرح عن حاله وموقعه في الغناء العربي وفي الموسيقى العربية وفي الحديثة والتطويرية. بيسكت، بعد ما يخلص بيتفاجأ عبد الوهاب بالشوفير، لأن فتحت شهية الشوفير على الموسيقى، طالما فتح سير موسيقار عبد الوهاب على الموضوع، بيطلع خليفاني بيقول له جو اكسكيوز مسيو، كونيسي فو فريد الأطرش، بعتذر، بتعرفوا شي لفريد الأطرش؟ هون عبد الوهاب سقع ولم يصدق ما سمعه، ولم يصدق ما سمعه. لذلك كانت القصة بحذافير عم نحكيها، فينا نحكي فيها وبطريقة مريحة وبتعطي فكرة قديش هالعظيمين كانوا كبار، لأنه عبد الوهاب مش مشهور كان يحكيها في القاهرة، لما يجي هو حكيها للصحافة وحكيها لأصدقائه ويتعجب من ذلك العظيم فريد الأطرش كيف لحقوا إلى باريس عبر شوفير فرنسي. هون خلصيت، ويعطيكم الألف عافية. حبيت أحطه بهالصورة، تصور قصة طريفة جدا ممكن تنحكى. شكرا جزيلا.